احنا بالنسبة لنا مفيش وقت الخروج، احنا خالص يعني كله احنا بيت. طبعا لا مش بيت، يا ريت بيت، احنا بنتمرن بعد الفطار. انا اقصد بعد التمرين في خلال بقى يعني بعد التمرين احنا بنخلص الساعة 12 ما احنا بنتمرن 10، هو الفطار مثلا 6:30 7، بتتمرني مثلا حوالي 3 ساعات على ما تخلصي وتاخدي شاور وكده، فالموضوع بيبقى اليوم عدى الساعة 12 بتفكري بقى تتسحري وتصلي الفجر فالموضوع بالنسبه لنا في رمضان بيبقى صعب شويه. قبل الفطار بقى كله قاعد في البيت. قبل الفطار بالظبط، هو صاله بقى، وانا ساعات بروح الجيم قبل الفطار فبضيع وقت شويه، لكن مفيش وقت بالنسبه لنا احنا كمدربين يعني او لعيبه كوره تقريبا ان هم يعملوا حاجه في رمضان غير الصلاه والتمرين يعني. بتتابع مسلسلات في رمضان؟ لا. ولا بتستنى بعد رمضان تجمعهم كده كلهم؟ لا لا، مش لو في حاجه مثلا يعني انا ممكن انا لو حبيت ان اتفرج على حاجه بتفرج عليها بعد نص رمضان. بعد نص رمضان عشان تجمع الحلقات مش لا ايوه عارفه انا مفيش صبر اللي هو مش هقعد استنى بالظبط، دي حاجه. وتاني حاجه بشوف ايه اللي تشد، ايه اللي يشد الناس وايه اللي بتسمع الاراء، الاراء الناس بتتكلم ازاي على المسلسلات ولو في حاجه يعني. انا كل سنه بعمل كده، الاختيار مثلا السنه اللي فاتت اتفرجت عليه في الاخر في اخر 15 يوم، لان الحلقات اللي انت عارف برده الحلقات في الاول دي بتبقى برده مش مفيش فيها الشده شويه، لكن هو بس الدخله بتاعه رمضان دي الواحد بيبقى يعني مشدود شويه ان هو يقرا قران ويحافظ على الصلاه والصوم والصلاه والكلام ده، لكن مع الوقت بتلاقي الموضوع بقى عادي شويه، فممكن الواحد بيبقى عنده مثلا ساعه ساعتين يتفرج على مسلسل، هو مسلسل واحد مفيش اكتر من كده. انا ما بحبش اصلا كمان مود المسلسلات ده خالص، مش بتاعتي خالص يعني. طب لو يعني هنختار حاجه فرقه عن رمضانات اللي فاتت ما بين رمضانات دلوقتي، هنختار ايه؟ حاجه افتقدناها يعني والله زمان عن دلوقتي. زي ما قلت لك اول حاجه طبعا الزيارات. الزيارات الاول كانت احسن من كده بكتير، وكانت الطف من كده بصراحه، كان في ود، كان في حب ما بين الناس. دلوقتي عشان تعزمي حد لازم تعزميه بره، يعني حتى العزومه بتبقى بره في مكان بره، ده حقيقه فعلا. لما تيجي حد يكلمك يقول لك هعزمك، طب ناكل فين يعني، فاهم؟ حته العزومات في البيوت دي بقت معدومه بشكل كبير جدا، مش في رمضان بس كمان غير رمضان، ما اعرفش ايه السبب بصراحه، لكن حته الخروج بقت عشان الاماكن زادت. الاماكن زادت فعلا بشكل كبير جدا، والاماكن كمان بتشد الواحد ان انت تروحي اماكن كل يوم مكان جديد، ف حته الزيارات ما بين الناس وبعضها في البيوت دي قلت بشكل كبير جدا. طيب في الفقره دي هسالك اسئله وتجاوبني بصراحه، انت صريح مبدئيا؟ على حسب سؤال. لا انت هتكون صريح في كل حاجه. ماشي. يعني بما انك بقى شخصيه غامضه وكده اكيد شخصيه صريحه برضو يعني. لا اكيد صريح طبعا. بصراحه انت مين في كلمه واحده غير الغامض؟ توصف نفسك بكلمه. بكلمه واحده؟ كلمه واحده بس. الجدع. الجدع. جدع. بصراحه أصحابي. لو في حاجه هتغيرها في شخصيتك هتكون ايه؟ شخصيتي اللامبالاه، مع ان انا شايف ان هي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ده حاجه تحفه، ده انا بحسدك من كل قلبي على اللامبالاه. يعني انا اخترت بطريقه عشان دي انا مش مقتنعه بيها خالص على فكره. لا صحاب كتير جدا فعلا بيحسدوني على الحاجه دي يعني. انا من صفه حاليا في الزمن ده هي صفه بصراحه ما فيش احلى من كده. هو برج الجدي دايما بيبقى كده يعني. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ دي صعبة. صعب تفتكرها ولا صعب تحصل؟ هي صعب تحصل، بس لا انا فاكر طبعا يعني.